المحافظات السورية احتفلت بيوم المرور العالمي وسط تأكيد عناصر الشرطة والمرور على مواصلة جهودهم في خدمة الوطن والمواطن. لما يشكل المرور بأسسه وقوانينه من بنى ارتكازية في تطوير المجتمع، كان لرجاله عيد في الرابع من أيار من كل عام ووقفة شكر أمام عطائهم المتواصل، وهم يتحملون البرد والحر الشديد ويصلون الليل بالنهار لتحسين المرفق المروري وخدمة المواطنين. وبهذه المناسبة التي يدوم الاحتفال بها لسبعة أيام، استحق رجال الشرطة في سوريا وقفة تكريم، حيث كرمت محافظة حلب رجال المرور في عدد من النقاط المرورية في أحياء وشوارع المدينة. تستذكر الجهود الطيبة لقطاع رجال المرور الذين يعملون على مدار الساعة لتخفيف الحوادث المميتة. بدورهم عبر ضباط وعناصر شرطة مرور حلب عن حرصهم على التفاني في العمل لتأمين سلامة المواطنين من كل ضرر، منوهين بضرورة تعاون السائقين لتحسين السلامة المرورية. نحن بنقول للأخوة المواطنين الالتزام بقانون السير هو حماية لهم، للأخوة المواطنين والسائقين بشكل عام، ونتمنى منهم الالتزام بقواعد السير. نحن نهني زملائنا من ضباط وصف ضباط وأفراد بهذه المناسبة العالمية، يوم المرور العالمي. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم تهدى الامور في البلد، ترجع الامور مثل ما كانت واحسن. ينعاد عليكم على وطننا وعلى قائدنا، وان شاء الله نرجع بامان ومثل ما كنا واحسن ما كنا. وفي مدينة حمص كرمت المحافظة عناصر وضباط شرطة المرور، مؤكدة ان شوارعنا وطرقاتنا معابر سلامة ووصول آمن لمستخدميها بفضل جهود رجال المرور. يوم المرور العالمي بيذكرنا بشهدائنا، بإنجازاتنا، بشهداء الفرع، شهداء سوريا أجمعين. نحن موجودين طبعا لنضبط حركة السير، تخفيف حوادث السير المرور بهالأزمة. لرجال المرور، بوركت جهودكم وليكن عيدكم هذا مناسبة تجددون فيها عهد الولاء للوطن. محافظة حماة كرمت رجال المرور والشرطة تقديرا لدورهم في صون سلامة المواطنين. أي شيء مهم متوكل لنا نحن جاهزين. هي طبيعة شغلنا، نحن قادرين بأي مكان وبأي ظرف وبأي شيء نحن نكون قادرين على أداء واجبنا كامل الواجب. أما في السويداء فقد شاركت مجموعة من المتطوعين الشباب رجال المرور في عيدهم وفي مهمتهم بصورة رمزية، تأكيدا على أن حماية الوطن وسلامته ورفعته هي مسؤولية الجميع. في يوم المرور العالمي تحتاج المجتمعات المدنية كل عام للتذكير بأن القواعد المرورية واحترام قوانين السير يعكس الصورة الحضارية للمجتمع ويحفظ حياة الجميع.